يعني مثلا ضريبة المبيعات أنا باجي أخد في المرحلة الأخيرة الضريبة المستحقة، لكن في ضريبة القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج باخد حتة الضريبة الصغيرة اللي هي تمت على المرحلة دي أو على التداول، باخدها على التداول. نفس الشيء لو سلعة مستوردة من الخارج، النهاردة أنا باخد ضريبة في المينا بالكامل، بعد كده لا هبقى اخد جزء اللي يخص السلعه المستورده في مينا وباخدها على سعر المستهلك طبعا. هاخد جزء في المينا، هاخد جزء تاني لما بتروح لمثلا تاجر التجزئه الى اخره، فتبدا عشان لا تتقسم. تحمل فقط على من ناحيه لا المستهلك. تحمل، وبعدين بالنسبه للمصنع اهم حاجه او المنتج اهم حاجه ان انا بعمل له رد للضريبه اللي اتدفعت على المرحله اللي قبليه، فما فيش تراكم، هي مساله تخصيم. يعني هل هتطبق على الخدمات ايضا؟ تطبق على الخدمات، والخدمات ايضا سيسمح لها بخصم الضريبه على مدخلاتها. النهارده يعني ايه تطبق على الخدمات؟ زي ايه يعني يا سيادة الوزير؟ يعني اي خدمه ملهاش بعد اجتماعي، يعني في ضرائب على الموبايلات مثلا، في ضرائب موجوده على الاتصالات النهارده في ضريبه مبيعات، وهي هتفضل ضريبه مبيعات. في حاجات بقى بتفضل سلع جدول، بيسموها سلع جدول عشان ما يخصمش مدخلاته، لان مدخلاته ضخمه جدا زي الفنادق مثلا. وده كلها معايير دوليه، يعني ما فيش حاجه هنركبها هنا في مفيش بقى باجتهاد. اللي هو ايه الشخصيه لا لا المصريه، التركيب لا فيش المصري ده يعني شخصيه. لا دايما الشخصيه بحس المصريه ان في تركيب مصري كده يقول لك ده تركيب مصري. لا ما فيش التركيبات دي، مش هنعمل تركيب احنا يعني، لكن هنعمل ما هو متعارف عليه في العالم كله. احنا لسه في مراحل مبكره، انا متوقع امتى يعني؟ غير مطمئن لسه لغايه ما اطمئن تماما الى قدره المصلحه على انها تطبق الضريبه بسلامه تامه، ما يحصلش لا اجهاد على المصلحه ولا اجهاد على الممول. لكن في حاجه مهمه جدا في تعديلات ضريبه المبيعات، اذا اذنتي لي. ضريبه المبيعات النهارده اصبحت المواد الاجرائيه اللي فيها غايه في التعقيد، واحيانا في بعض من العقوبات اللي فيها او الغرامات الحقيقه مكحفه. احنا هنلغي كل المواد الاجرائيه تقريبا فيما عدا استثناءات بسيطه اللي موجوده في ضريبه المبيعات، وهي كمان مسببه مشاكل كتيره في المحاكم، وهنحيل كل المواد الاجرائيه الى ما هو معمول به في قانون ضريبه الدخل، لان المجتمع الضريبي اعتاد عليه. سهله، المصلحه بقت بتطبقها بصوره افضل، أقل وطأة من الموجود في ضريبة المبيعات، فهتيسر على المجتمع أساسا، وهيبقى بيطبق نفس الإجراءات هنا هي اللي بيطبقها هنا ما عدا استثناءات. إيه بقى آلياتكم لتشجيع الاستثمار؟ هنا بقى أنا عايزة أشوف دخل للدولة غير الضرائب وغير ترشيد الإنفاق والكلام ده كله. هنشجع الاستثمار عشان نخفض البطالة إزاي؟ أولا معدل البطالة اللي عندنا كام دلوقتي؟ 13.4، ده شيء مرتفع للغاية. عندنا توقعات السنة دي هنعمل ايه؟ انا اتصور ان مع معدلات نمو 3% مش هنشوف انخفاض سريع، خصوصا ان في الفترة اللي فاتت طبعا مع عدم الاستقرار الى اخره في كثير من المصانع اغلقت، في تباطؤ الى اخره، فاحنا هنبقى زي اللي بنعوض في الستوك اللي موجود مع الناس اللي هتدخل جديد في سوق العمل، فما اظنش ان هيحصل انخفاض سريع، يمكن نفضل على نفس النسبة أو ننزل ل 13% مثلا أو حاجة زي كده. يعني من المبكر التنبؤ، لأن طبقا طبعا لنوعية الاستثمارات اللي هتيجي، في استثمارات كثيفة التشغيل وفي استثمارات بتبقى كثيفة إيه بقى رأسمال. يعني برنامجكم لتشجيع الاستثمار؟ شوف يا حضرتك، هو في محورين أساسيين. بخلاف القصة بتاعت الاستثمارات الحكومية اللي احنا اتفقنا انها ماشية ببطء وبنعترف بهذا، ولازم ان احنا نبدأ نحل العقبات دي اللي هي بتعرقل الاستثمار الحكومي، لان هو الحقيقه المفروض يبقى بيدي دفع حقيقي للطلب المحلي. انما انا يعنيني جدا حزم موجهه لقطاعات اللي هي بتدفع النشاط الاقتصادي، زي مثلا قطاع الاتصالات، قطاع السياحه، قطاع البناء في المساكن تحديدا، يعني السكن، وايضا في الصناعات التحويليه وتحديدا الصناعات الهندسيه. فالحقيقه في حديث مع الساده الوزراء المختصين ان الدوله ممكن تدعم مساله
تحفيز الطلب، زي مثلا في الصناعات الهندسية ان احنا نبدأ نتحدث حول تحديث المركبات النقل الجماعي زي ما حصل مثلا في موضوع التاكسي الابيض. بس ما تكونش الدولة هي الطرف المتعاقد مع المستفيد، يبقى اتحاد الصناعات، احنا مجرد ان احنا هنوجد الآلية اللي تخفض من التكلفة بتاعت اقتناء السيارة الجديدة او المركبة الجديدة، وايضا اشتراط انها تكون بتعمل بالغاز الطبيعي، ما تكونش بتعمل بالسولار. كان في فكرة ان يبقى في مركبات مرتفعة الثمن ومركبات منخفضة الثمن اللي هو النقل الجماعي، يعني عشان مرتفعة الثمن دي بتوفر كمان الناس بتستخدم عربياتها. ده حقيقي، ده حقيقي، ده بقى اللي هي الخدمة، يعني نوعية الخدمة حضرتك تتكلم، يعني ده حقيقي. وطبعا يعني يواكب ده طبعا الشبكات بتاعت مترو الانفاق الى اخره. لكن احنا بندفع بالطلب ان احنا نبدا نحط برنامج يبدا يشترك فيه المصانع، تشترك فيه اصحاب السيارات اللي عنده سياره قديمه، اي نبدا يبدا يدخل يغير السياره بتاعته وياخد سياره جديده باقساط مريحه جدا. انت تقصد ايه، الميكروباص يعني ولا مثلا ميكروباص والميني باص يهمني جدا النقل الجماعي، لان الاسطول تهالك اصبح كمان ملوث جدا، بيشتغل كله بالسولار، احنا عاوزين نبدا نغير ده. واحده من الامثله، دي واحده من الامثله. هاجي في السياحه، عايزين نحول السياحه الى السياحه الخضراء، ده هياخد بعض من التكاليف بدل ما هو عايزين يعني دي بالسياحه اساسا الاول، بس هتيجي يعني شوفي السياحه حضرتك. ترجع وبعدين نشوفها خضراء ولا حمراء ولا صفراء بصراحه، يعني ال- 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 هتيجي، هي هتيجي ان شاء الله. لكن الفكره كلها ان انا النهارده عاوز اعد المنشات السياحيه واساعدها في ده، ان هو يتحول فعلا الى سياحه جاذبه، لان ده بيجتذب سوق معين من الناس وبيبقى السعر بتاعه مختلف تماما عن الاسعار بتاعه السياحه العاديه. وقت تقريبا بينتهي، لكن لازم اسال حضرتك، يعني هناك رئيس جديد يقسم اليمين الدستوريه خلال ايام ان شاء الله، يحلم بقفزه، او هو ده كلامه لينا انه لا. يريد ان يحدث قفزه خلال سنتين. هل هنا الحكومه هتجلس مع الحكومه لو هي باقيه، طبعا ستجلس مع السيد الرئيس تفهم بقى برنامجه الاقتصادي كيف سيحقق قفزه، لان انتوا كده بتشتغلوا بعيدا عن البرنامج، برنامج السيد الرئيس، وغالبا ما اطلعتوش عليه بدقه لسه. يعني هنا بقى العلاقه بين الحكومه والرئيس الجديد هتكون ازاي؟ شوفي، قطعا ان اي رئيس منتخب بياتي ببرنامجه على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي وكل شيء. البرنامج الاقتصادي تم الاطلاع عليه، لكن مش بالدقه اللي هي بقى بالتفاصيل، مش بالتفصيل التنفيذيه، لان الحكومه الحاليه بتعمل في اطار مختلف في الوقت الحالي. لكن انا لا اعتقد ابدا ان بالنسبة للمشاكل الأساسية في حلولها إن هيكون في اختلاف، يعني تشخيص المرض خلاص حصل، هي بتبقى مسألة بقى بروتوكول العلاج هيمشي إزاي. يعني فممكن يكون بروتوكول العلاج هيختلف شوية، لكن المسار هيكون واحد، أنا ما أعتقدش إن هيكون في بعد عن ده. بالنسبة بقى للمشروعات التنموية الكبرى وجذب الاستثمارات، دي أعتقد إنها، أو يعني أنا مش أعتقد بس، أنا يعني أنا على يقين إنها هتكون المحور الرئيسي لهذا البرنامج. مشروعات الضخمة أكيد هيبقى في دفعة ضخمة جدا لتنمية الإقليم، المفروض تمويل جاي من الخارج، صناديق استثمار، كل الكلام ده هيجي على محورين. على محور أولا التصور اللي كنا بنتكلم عليه، أو التوقع بأن هناك استقرار سياسي، أن هناك نهضة اقتصادية قادمة، أن هناك فرص واعدة، فتبدأ يعني نكتسب رؤوس الأموال. لكن أيضا بالبعثات الرسمية بقى، يعني البعثات الحكومية والتفاوض وجذب استثمارات ضخمة تأتي في مختلف المجالات، طرق، الطاقة على رأسها، زي كده بقول لك، يعني مثلا في مجلس أعلى الطاقة وهو بيتحدث عن فتح أو تحرير سوق الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ده لا يختلف عليه اثنين. ويمكن السيد المشير عبد الفتاح السيسي وهو بيتحدث في برنامجه الاقتصادي كان بيتكلم عن الطاقه الجديده والمتجدده كمحور رئيسي لنهضه مصر، وده حقيقي. بدون طاقه ومشروعات ضخمه تعطي الوفرة في الطاقة، أنا ما أقدرش أشوف أي فرص التنمية. وقتنا انتهى، تقول إيه للناس اللي قلقانين من ضريبة الرأسمالية، أرباح الرأسمالية، اللي يعني ممكن يكونوا متخوفين من المرحلة القادمة، وتقول إيه للمستثمرين كمان؟ اطمئنوا تماما، وزير المالية
اقتصادي في المقام الأول وليس رجل سياسة مالية أو مش مايكرو جباية إيكونومكس. يعني، مش قضية الجباية بقى. الاقتصاد والاستثمار هو في المقام الأول. نعلم أن أي تكلفة وأن أي زيادة في الضرائب بتقلق الناس، خصوصا لما تكون المعلومة مش موجودة، وده حدث كحادث خاطئ من شخص يعني سمحت له أخلاقه بهذا. لكن بقول لكم اطمنوا، العبء الضريبي بسيط، لن يزيد عن 10% عن صافي الأرباح المحققة. التوزيعات معمولة على أبسط الصور. التطبيق سيكون في منتهى السلامة وهيكون عن طريق مصر المقاصة. مفيش عبء إداري هيبقى إضافي عليكم. مصر داخلة على فرص واعدة كبيرة جدا جدا، ونهضة يعني أنا شايفها الحقيقة تقريبا بعلم اليقين. حضرتك أكدت لي أن لن تكون هناك ضرائب أيضا على ودائع البنوك، أعتقد لا يمكن، غير موجود وغير مطروح. غير مطروح ضرائب غير على مطروح أصلا، ودائع غير مطروح. بشكرك شكرا جزيلا. السيد هاني عيد أدري، نعرف أن حضرتك جاي يعني من مجلس الوزراء وإحنا أخرناك، بس أعتقد أنه كان ده حوار مهم كي نشرح للناس تفاصيل كثيرة. أنا بشكرك جدا. أشكرك شكرا جزيلا. كان ده وزير المالية السيد هاني أدري يتحدث عن مشروع الموازنة القادمة وضريبة الأرباح الرأسمالية. الإصلاح الاقتصادي دواء زي الدواء المر، ممكن يبقى طعمه وحش شوية، لكن في النهاية يستهدف علاج المريض. عندنا مرض لازم نعالجه، ولازم نبتدي بقى نستحمل آثار الدواء، والأهم إن الأقل دخلا والأقل ربحا والأقل قدرة هم دول اللي ما ياخدوش هذا الدواء، وهم دول اللي بجد نحاول أن نحميهم. أشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد. أحييكم، صباح الخير.